يسميك؟ يسمي الشعب العراق ككل الأموات الأحياء. وحكاية انحكت بال 2005 خلي أحكي لك إياها الصراحة. الأمريكان حكوها مو غير الناس. قالوا أنتم حكومتكم بعدكم رسمي. باقين بس نفس يصعد وينزل. خوش حكي؟ لا سيد لا شيخ ولا أي واحد. كلكم بوعوكم. زين؟ فأنت من بعد هاي العالم على أي أساس؟ على أي أساس؟ أصارت تجيب الحكومة كلها تريد تحاسب حاسب نفسك أول شيء حاسب نفسك أول شيء أنت مو قاعد اسمعني اسمعني حاسب نفسك أول شيء أنت مو قاعد بأرض الدولة يلا اطلع من يمها اطلع أنت أول واحد حتى العالم تطلع وراك القصور من أخذها؟ حكومة أخذتها لنيشة فلل مالتهم والقصور المن بس لهم ليش على الشعب العراقي المسكين؟ مختصر حكي مفيد احنا اموات احياء يا اخي احنا مو ما معتبرينه بشر خلينا نحكيها هيك مو هيك على شنو تحكي على عالم الفقرة؟ على شنو؟ شنو لازمة لازمة عليهم؟ لا مو هم غير تطت ارواح العالم ناس تسقطت ناس المن لو بيقدرها من الغيرة والشرف تتنحى وتعوفها وعفو العالم وعفو الشعب العراقي يعيش بس يطلعوا بس يطلعوا عسى ما يلزمها يهودي احسن من يمكم هاك ابو سام احنا نكمل ان شاء الله برنامجنا والناشد المناشده اخيره للي عندهم ذره من الضمير ومن الانسانيه ان ينظرون على هاي الناس يسوون حل لان احنا حتى مليناهم ما خليت انا وابو زهراء ومجموعه وياي واحد من عندهم ما رحنا له لا حد استقبلنا لا رئيس الوزراء في وقت الانتخابات ما عنده المنهاج مالته ما بمجال الى خمس دقائق يستقبلنا وكذلك رئيس البرلمان واما بالنسبه الحمد لله احنا عندنا يقولون رئيس جمهوريه والله ما اعرف هو حتى عدل يعني حتى ما نتذكره ما نشوفه على يا قناة هو يطلع يعني انا تابع القنوات كلها والله انا رجال يعني مو لا حزبي لا سياسي بس نتابع العالم كله يعني احنا عندنا رئيس جمهوريه لو الله يرحمه حتى سلام ميت هم يقولون يقول الله يرحمه زين لا عندنا رئيس جمهوريه ما حد ينظر على الناس احنا صار من الاثنين اربعه التبليغ ناشدناهم باكثر من قناه وودينا لهم كتب المجلس رئاسة الوزراء والرئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان كلها ما حدز علينا اصلا حتى ما حدز علينا وقال ذول الناس اللي يردونا شنو يعني اخر شيء يضطروننا يعني مو احنا لا الحمد لله احنا ناس همينا ان وزننا وان كلمتنا يعني بس اذا خلونا نضطر لا والله ثق بالله ما نطلع منها الا على جثثنا زين وانا خلي يشوفوني زين اقسم بالله لقود عليهم ثوره هذول الناس اللي وانا ناشد من قناتكم جميع اللي قاعدين بالتجاوز اللي يقولون علينا حواسم واللي كثير من الالفاظ تطلق من المسؤولين فنقود عليهم ثوره الجياع اقسم بالله العظيم والله منين اجوا؟ زين اذا يلحق يرجع للبكان اللي كان منه، شلون كان صدام مهججهم؟ لان للاسف طلع على حق مهججهم، لان كلهم حراميه، لان اجوا هسه ثبتوا ان صدام حسين على حق، لان كانوا حراميه ومنهزمين من عنده، وهسه اجوا يكملون علينا، بس لا احنا ان شاء الله موجودين. فانا شدنا هوايه. عندي اربع بنات. يعني سكر مرض سكر وقصوا رجلي. وسمعت بالخبر قال ذيك المره سمعت بالخبر انجلطت انجلطت ناشدت هوايه ناشدت العبادي وناشدت هي هاي ذكرى علوش وناشدت اشكال والوان ما عاد يسوي لنا حاله ما عاد يسوي لنا حال يعني هاي اغلبيه العالم اللي شالت منها اغلبيتها تقعد بالشارع انا واحد من الناس اربع بنات ما عندي لا سبوبه عيشه ولا هاي العالم تستعطى علي العالم تستعطى علي اكل شرب كله من العالم
اكلي شربي كله من العالم. ها؟ اه غير الشارع هذا؟ هذا الشارع. خلي هاي واحدة اصغر بنية هاي عندي. وعندي بعد ثلاث بنات كبار. كان انا اطلع بناتي وانا بناتي بالشارع. هاي ظلت يم الحكومة. وعلى قولة ابو وسام رحنا الاكبر واحد هو السيد مقتدى ما حد نفهنا ولا عبرنا. يعني من خلال قناتكم اناشد السيد مقتدى. احنا بالنسبة لحد الان سلمية ويا الحكومة. وخاف يصوروا نطلع بسهولة. اقول لهم غلطانين. لان انا واحد من الذين اخوتي كلهم بالحشد. زين؟ وسوي ما سوي. الله وكيلك انا عندي خمس جهال اشتغل عمالي. صار لي شهر قاعد. يعني اجر ب 350 وين اروح؟ وين اروح؟ زين؟ انا اللي قمت قوة جاي اجيبها، الم الايجار؟ زين؟ اناشد انا العبادي اقول له سلمية هالمرة. زين؟ عندنا ارامل، عندنا ناس اذا اشوفهم تبكي على حالهم. زين؟ عندنا هنا اشكال والوان. زين؟ والله ما ادري، خلي يطلعونا على الحدود. خلي يطلعونا على الحدود. يقولون انتم يابا مو عراقيين. مالكم هنا كل شيء مالكم حتى نعرف راسنا من رجلينا. زين شو تجي على الدستور مالهم ماده 30 تقرا العيش الكريم والراتب. زين وكلها كلاوات بكلاوات. زين هسه احنا كل شيء ما نريد منهم. عفونا عمي قاعدين ما كل شيء ما نريد. بوقوا نهبوا شو تسوون سووا. زين عفونا قاعدين ببيوتنا. زين هن بلوكات وشنكوات انت لاحقنا عليهم شنو على شنو. زين لو هاي مال المحكمة لعبة يسوون اموالات. زين اقول للعبادي واي واحد كان ما يكون بالحكومة اقول له سلمية هالمرة احنا باشر عقبه امينة باي واحد الكل يسمعني. زين اقول له هالمرة احنا سلمية الله وكيلك تجي شفالات دولة. زين شو يريد يسمونه يسمونه دواعش ارهابية شو يسمونه خلي يسمونه. زين وشكرا لك. هاي ال 250 عائلة ساكنين من سنة 2004 بالتحديد سنة 2004 واكو ناس ساكنة قبلنا بسنة 2012. هاي القطعة هي القطعة تقريبا يعني ما يقارب الاربع دونمات او اكثر او اقل ما اعرف بالتحديد. سكننا من 2004 بقينا بهاي القاع ساكنين لحد سنة 2014. سنة 2014 رئاسة الوزراء وكان رئيس الوزراء السيد نور المالكي طرح مبادرة للسكن. فرحنا احنا راجعنا طبعا أمانة بغداد وأمانة بغداد مشكورة طبعا بوقتها كانت ناس عليها ناس أمناء حقيقة استقبلونا وانطونا طبعا شو اسمه انطونا مساحة للكلام ومساحة للهذا وحولونا على الحاسبات. الحاسبات زودونا بكتب، الكتب تشمل ضمن مبادرة السكن اللي هي تكون على شكل تمليك واقع حال. جابونا احنا وعوائلنا واكو وقفنا من ضمننا جماعة احنا تقريبا 25 حاسبة جابونا بالطابق الرابع بالتعديل. اي هناك لجنة موجودة، اللجنة تاخذ المستمسكات منك الاربعة وتشوف انت عندك بيت سكن موجود ضمن الحاسبة مال الطابوات. المهم فاحنا كنا ما عدنا شملنا مبادرة السكن. بقينا ورا اسبوع استدعونا بالزوراء بالضبط بحديقة الزوراء ساحة احتفالات. حضر السيد المالكي وعبعوب اللي هو نعيم عبعوب كان بوقته أمين بغداد وكالة ومن ضمنهم مدير البلدية كان ما أعرف هو كان مو مدير بلدية اسمه زيد اللي هو حاليا مدير بلدية الأعظمية. سلمونا أوراق، الأوراق تثبت شمولنا بمبادرة السكن والأوراق موجودة بيد الأخ أبو سام. أول كتاب أمانة بغداد الديوان. كتاب أمانة بغداد الديوان يسمح لهؤلاء الناس البسطاء الفقراء أن يسكنوا هذه الأرض كواقع حال. كتاب رئاسة الوزراء يقول لا مانع لدينا حسب كتاب أو حسب ما ورد بكتاب أمانة بغداد يحق لهؤلاء الناس أن يسكنوا هذه القطعة كواقع حال.
تفاجئنا ورا بسنة 2017. إذن احنا كملنا كل الإجراءات القانونية، وهسه أمانة بغداد شو تقول؟ تقول ما لكم أوليات، المفروض أمانة بغداد تتحاسب. شلون هاي الكتب إذن هم شلون هاي الكتب صادرة وما إن أوليات؟ ها الغرض، الغرض تفاجئنا احنا يوم بالضبط بالتحديد 20/5/2017 تفاجئنا لجنة تضرع بالبيوت مالتنا. جينا يابا شنو انتو؟ قالوا والله احنا محكمة بداءة الاعظمية. يابا خير؟ قالوا والله هاي الارض مخصصة ان على شكل دار عدالة. عمي يم تخصصوها لكم؟ قالوا مخصصة إن بال 2013. إحنا ما يثبت ذلك بأن هم خصصوها إلهم بال 2013. أنا وهذا الرجل أبو سام ومجموعة ويانا إحنا كبار المنطقة 8 نفرات واجهنا أمين بغداد بالتحديد. أمين بغداد سوينا على مقابلة وعدنا الأوليات موجودة. أمين بغداد شو وعدنا؟ قال يابا أنا أروح أدس كتاب البلدية الأعظمية، إذا كان عليها مجسر ما يحق أعطيكم إياها ضمن مبادرة السكن، إذا كانت مملوكة لأحد دوائر الدولة ما يحق أعطيكم إياها. حصلت الموافقة ورا 7 أيام حصلت الموافقة ودز علينا عبعوب. قال يابا أبشركم لا عليها مجسر لا عليها دائرة لا عليها محكمة لا عليها جسر لا عليها نفق، والقاع إن شاء الله أنتم ضمن مبادرة السكن. وعلى هالضوء هذا سلمونا كتب، والكتب تثبت بالأرقام. كتاب رئاسة الوزراء بالضبط رئيس الوزراء مقعة، كتاب أمانة بغداد، كتاب مديرية بلدية الأعظمية، وهاي الكتب احنا هسه إذا ننشرها هم المقصرين بحقنا. هؤلاء الثلاثة مقصرين، رئاسة الوزراء مقصرة بحق هاي المواطنين. زين أنا لما أجي لما أنا أدافع عن هذا البلد وأجي ما ألقى لي بي متر، يعني شلون أنا أسكت أقول لكم أمسح على رؤوسكم أقول لكم شكرا؟ لا والله ما أقول لكم شكرا، والله عمي تعالوا أقول لكم والله ننسفكم من جوا الأرض نسف، لأن إحنا ملينا وكافي التهترات مالتكم، كافي ملينا هاي الحكي مالكم، ملينا مال الكتب مالكم، واحد ما يحترب كتاب الثاني. إذا أنتم شلون دولة؟ إذا كنتوا دولة معروف طبعا كل العالم تعرف كتاب أو توقيع رئيس الوزراء محترم، يكون محترم بالبلد. إحنا هاي المنطقة نقول يابا يا أمينة بغداد يا رئيس وزراء، ناس إحنا أكيد ولدكم وأهلكم، بغض النظر إحنا طبعاً أحصاب، بغض النظر إحنا مرت علينا ظروف صعبة، المحكمة باختتنا يعني مباغتة، فرجاءً إحنا نترجاكم رجاء أخوي، أريدكم تساندونا بهاي الشغلة. أرض الدولة هي للدولة، إحنا ما عاصين بها، وجينا سكناها بقوانين وبكتب رسمية منكم. إذا تقولون تجاوز إحنا من قلكم تجاوز، مردودة عليكم. إحنا عندنا كتب سمحتنا الدولة قبلكم أو رئاسة الوزراء قبلكم سمحتنا بالسكن بيها، فإحنا مو متجاوزين. تعتبروننا عشوائيات؟ جاز الله أعلم، ما أعرف هاي شلون التسميات. شوف هاي الأرامل اللي رجالها بالحشد الشعبي استشهدت، شوف اللي تفجرت موجودة، شوف الناس الفقراء، شوف هذا الرجل، هذا الرجل جابوا له خبر المحكمة ما يقدر يحكي ولين خانقته العبرة، جابوا له خبر المحكمة بأن أنتوا تزيلكم هاي الأرض يزيلوها ويسووها محكمة. رأساً الرجل هذا انجلط لأن عنده 4 بنات ورجل تك رجل. يعني تقبل أمينة بغداد ورئيس الوزراء العبادي الله يستر عليهم يقبلون يعني هذا الرجل عنده 4 بنات وزوجة يحطهم بالشارع؟ زين أنا لحكي وياه كان يولد 2 بالحشد الشعبي وعندي 3 عوائل أذهبهم بالشارع وقعد، يعني أنتوا شوفوا شارة، يعني باعوا العوائلكم أنتوا. إذا تقبلوها على عوائلكم وعلى شرفكم وعلى عرضكم عادي نقعد، بس إذا ما تقبلوها وعدكم يعني الحس الإنساني والغيرة العراقية أكيد تسوون حل. وراح أقول لكم شنو الحل، اسمعوا مني أنا. هاي أرض 8 دونمات مجاورة لنفس القطعة مالتنا، قطعتنا 4 دونم ذيك 8 دونم على الشارع العام، فارغة مسيجة كل شو ما بيها كل شو ما عليها، أرض مسطحة قبل تجي المحكمة الدك طابوك وتبني. أنتوا ما قدمتوا مثل ما قدمت هاي الناس، هاي الناس هاي ثمن أطفال عتها وزوجها شهيد، 8 أطفال وزوجها شهيد بالحشد الشعبي. تقعد بالشارع العام وأنتوا اللي جيتوا البارحة على ظهر الدبابة تقعدون بلبة بغداد؟ لا عمي
ما نقبلها. تردونها بالإنسانية، إحنا أخوتكم أبناكم، شلون تعصبوها؟ غير المحكمة وأكو هواي مكانات، يعني مثلا أكو هنا الحوانيت العسكرية إذا ما يردون هاي القطعة موجودة دار للحوانيت السابقة واللغت وهسه فارغة، ممكن يقدر يسويها محكمة وهم قريبة على الشارع العام ومحمية بنص البيوت وقطعة فارغة تقريبا هم في حدود 4 دونمات على القناة، قطع فارغة موجودة قطع على القناة يقدرون يبنوها ويقدرون يحكموها ويسووها دائرة محترمة، وهذا على رأس الفقراء. لا والله يعني ما لا يقبلها الضمير ولا تقبلها الغيرة العراقية. احنا هسه احنا ناشدكم باسم العراقية، ما اريد عوفة والدين، الدين احنا ملينا بصراحة، ملينا لان ما خليتوا شيء بالدين، الدين راح صرفتوه ورق. فاحنا عم ناشدكم باسم الانسانية، بعت الانسانية لله، عملوا لله بينا، هسه خلوا بالله. احنا ما اريد منكم شيء عمي، لا اريد رواتب، لا اريد منكم شيء، لا اريد تبنونا قصور. أرض هاي للدولة فارغة إحنا قاعدين عليها، مثل ما قال الأخ السابق القبلي تشينكوات وبلوكات، خلونا قاعدين لما نشوف الزمن شلون يصير. زين أنتوا تقعدون بالشارع وتردون أمن عمي، تردون استقرار، شلون يستقر البلد؟ أنا لما قاتل بالحشد الشعبي ولدي أو إخواني أو قرايبي أو هاي منطقتي ويجي يلقى نفسه وعائلته بالشارع، يعني أنت شو تتصور شو يقول؟ يقول هذا بلدي، هذا بعد قاتل عليه، هذا بعد اريده هذا البلد. ومثل ما قال الاخ اذا احنا مو عراقيين عمي انطونا اوراق تثبت احنا مو عراقيين وذبونا ورا الحدود، خلونا ترى الناس بعد بها غيره تستلم، بعدها موجوده، تريد اللاجئ وتريد النازح وتريد هذا، وخلونا نروح مثل ما راحت العالم. شكرا جزيلا. احنا نقول للمسؤولين بس الظاهر ما احنا ما عندنا مسؤولين. ليش؟ لان المسؤول اليوم كالاب من ابنه محتاج فشي، عمي خلي يقول ابني مخالف مسوي شيء مو زين، بس انتم هسه بكان ابهاتنا ومسؤولين علينا والدوله بيديكم، انتم اللي هسه من اللي جيتوا واللي جاي شنو اللي قدمتوه؟ يعني ما قدمتوا 1% من اللي احنا قدمناه. شنو اللي قدمتوا هسه انتم البغداد؟ شنو اللي قدمتوا للشعب العراقي؟ انتم كلكم كنتوا برا وتعرفون، لا من حميتوا المي هسه، لا من قدمتوا شيء، الزراعه دمرتوها، البلد الصناعه مالته دمرتوه، الشباب كلها عاطله عن العمل، العاجز كل شيء ما انطيتوه، اجيتوا انتم الدستور الماده كذا وراح احنا ما يليق الشعب العراقي يقعد بالصفيح وبالكذا، وين اللي هذا؟ شو هسه انتم حتى على تشينكوات والبلوكات وتريدون تهججونا؟ من الله لا يوفقكم اذا انتم حكومه وواحد يحترم فيكم حكومه، والله العظيم بزحتونا مللتونا. لا يعني هسه ما بيكم ما حتخير؟ يعني لا رئاسه الوزراء واحد يطلع علينا يقول هذول خطيه، لا رئاسه الجمهوريه، لا البرلمان، لا مجلس النواب، وبالهذا تطلعون احنا راح نسوي وسوف وكذا، مللتونا والله مللتونا. واحنا حتى بعد طاقتنا ما تتحملكم، واحنا نقول لكم يا شو تريدون تسوون سوون، احنا قاعدين، تريدون تجيبون شفلات، تريدون تجيبون دبابات، تريدون تجيبون جيش شرطه، خلي باعوني انا موجود، اللي يريد يحتقني خلي يجي يحتقني، اللي يقول حكي هذا على الحكومه خلي الحكومه تقول ليش تحكي علينا، لان انتم بزحتونا. يعني هذا باوع انت هسه هذا صورته، يعني هي هاي انتم لو عراقيين وشرفاء ومسؤولين بالدوله، هي هاي تليق بشر يقعد بهذا التشينكو اللي يقتل كتل حاره الدنيا هسه هذا؟ تعال خلي انا اتحدى رئيس وزراء، رئيس الجمهوريه، رئيس البرلمان، اعضاء البرلمان، خلي يجي يقعد لهنا انا 5 دقائق، والله ما يقدر يقعد 5 دقائق بس. مللتونا يعني الا محكمه دار عداله، النوبه اسمها دار عداله، وين يا عداله انتم؟ عداله الا على الناس الفقراء؟ اي مو هاي قطع اراضي البلد مبني ما يخالف، تشيلونا بس ما تشيلونا هالشكل، انتم صوتوا علينا يعني هذا كذب؟ يعني اللي صوتوا علينا وتطلعون ويوميه اجتماع ورواتب ونايمين بروسنا
شنو اللي سويته؟ يعني هذا رئيس وزراء كتاب مالت رئيس وزراء يطل الفقير ما تقبلون. هاي دعاية انتخابية. عم دعاية انتخابية هم شبعوا بينا انتخابات. خلي يجي واحد هم أنا يقول يا شعبنا انتخبوني بس أنا راح أقعدكم. هستوم لا تقبلون واحد ينطي للفقير، لا ترحمون فقير، لا ترحمون مسكين. وكماله مر شهر رمضان وكلكم صايمين، او هسه جا الحار. الله وياكم حبيبي، كلكم باوروبا او احنا هنا شابعين الضيم وباكر عقبه تجون. والله عمي مع الاسف، واني مع احترامات للطيبين من الشعب العراقي، خلي يزعلون علي اقول ياكلون بروس الازواج، لان احنا ثبتنا احنا زواج، احنا شعب زواج. اللي هذه الحكومة مالتنا اللي تطي ما تعترف به، خلي يسمع العالم. والمالكي، المالكي ما طلع بينه وبين نفسه وبين شعبه، العالم كله شافه مبادرة السكن من وقعها، بس الناس الظاهر شو ربعه هم ما اعرف غيره، ما ادري حرب، اي حرب احزاب، حرب احزاب، لان هاي تنحسب للمالكي. عم التقى الله، هسه انتم وين كنتوا؟ نعرف بكم اغلبيتكم كنتوا بالملاهي برا، وجيت صرت هنا لبس العمامه، واللي صار لي سيد، واللي صار لي مجتهد، وصار لي دكتوراه. مو كنتوا هناك بالملاهي دايحين مشردكم صدام؟ هسه جيتوا احنا تنتقمون منا، واحنا شنو علاقه بصدام؟ احنا ازيد منكم، شفنا الويلات ما صدام، احنا عشنا الحصار الظالم باقصى الظروف وتحملناه. بس احنا عندنا موقف وطني، دافعنا على بلدنا، كان بالنظام السابق، وكان هسه انتم اللي انظمتكم اللي اسوأ من نظام صدام حسين، زين، ودمرتونا. والله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم، الله لا يوفقكم اذا بقيتوا على هذا الحال. شهر رمضان ثاني يوم الثالث يوم يدقون البوب على العالم، راح نشيلكم بشهر رمضان. اقسم لك بالعباس ابو فاضل بهذا شهر رمضان. زين اقول لك، رحم الوالدك هنا يا عم ابو زهراء وغيرها، والولد كلتهم، ولدهم كلهم بالحشد، لا راتب، انطوا راتب. زين هسه هذا، هاي القاع هسه، هاي المنطقه تجي عليها، ومن سواها؟ عم ما سوت انها الدوله، عم احنا سويناها. مجار احنا اشتغلنا بدينا، كهرباء احنا اشتغلنا بدينا، شين كواتهم لاحقين هاي العالم عليهم؟ على شنو يطلبون اشي عمي؟ شين اللي يردون من عندنا؟ مو عراقيين؟ خلي شمرونا على الحدود، وين شمرونا؟ خلي شمرونا عمي، ملينا. عالم قامت هسه، هذا شوف هاي العالم، هاي العالم قامت ما تحكي، قامت ما تسولف. لان ليش العالم ملت؟ العالم ملت اكثر من مره. يعني هسه تقول لي احكي، يقول لك والله عمي مليت. اكو واحد من الدوله جاب لنا كيس شبنت وقال محتاجين؟ عمي ما نريد، عمي احنا نشتغل ونبني، عفونا بحالنا، ما نريد شيء من عندكم عمي. شيء كوات وحاطين على راسنا ونحمد الله ونشكره. ناشد العبادي رئيس الوزراء، شوف امينه بغداد، بعد ياهل المسؤول الناشده. عمي ملت هاي العالم، ملت، قامت مسؤول ما تحكي. والله هذا القرار احنا تفاجئنا به، وبهذا الوقت بالتحديد. زين 1/7 احنا هاي اخر مرافعه، يعني احنا حضرنا تقريبا هسه 8 مرافعات، وقدمنا الكتب اللي عندنا تثبت احقيتنا بهاي القاع، لان احنا تخصيصنا من قبل رئيس وزراء انشملنا مبادره السكن، وصوت علينا البرلمان بالاجماع، وصوت علينا مجلس الوزراء، واحنا حتى صدر قرار البرلمان صوت علينا بالاجماع ما يشيل المتجاوز او الساكن بالعشوائيات. زين الا بديل. زين احنا هسه هم الا بديل، واحنا عندنا هاي اوراق ثبوتيه، يعني لا تمليك لا تثبيت. يجيني خلاء دائرة بلد يريد يسوي دار عدالة. زين دار عدالة إلا على رؤوس هاي الناس؟
ليش مو موجوده هواي اراضي فارغه. هذه هسه احنا بصفنا ثمان دوانم هاي على القناه ورا نادي الطلبه يقدرون يسوون الف محكمه. زين ليش بالذات الا علينا؟ حتى الخارطه هسه احنا عندنا اللي اعطونا اياها اللي مخصصتها على اساس دار عداله المجلس القضاء الاعلى. زين تختلف عن الخرائط اللي موجوده ببغداد كلها. الكل تترك المحرمات او مال الخدمات مجاري وكذا ومي. زين هاي ثمان امتار من الرصيف الشارع العام اللي ورا تكرمون المنهوله ثمان امتار. زين هم هسه هاي نازلين 16 متر علينا، 16 متر بحيث يعني متعمدين يريدون يزيحون هاي الدور كلها. زين احنا بهاي الحاله هاي الناس انتم تصدقون؟ انا هاي الامينه هسه ورئيس الوزراء انا اناشد الرئاسات الثلاثه. زين اذا انتم هاي الكتب مالتكم ما حد يعترف بيها، تريدون احنا كشعب نعترف بيكم؟ والله احنا هاي مو حكومه هم ما نعترف بيها. واذا صدر علينا قرار من المحكمه انا هم انا اقول للرئيس مجلس القضاء الاعلى انا اناشده بالانسانيه. يعني هو يرأس اكبر هرم بالدوله. زين يعني انتم المحكمه مالتكم الا على هاي الناس المعدومه؟ اصلا حتى مو فقراء. ابو زهراء الفقير يعني شويه مثل معوزه عندك هذا، بس احنا هنا ناس معدومه. انت تصدق البارحه اقسم لك بالله وعيب هذا الحكي ينحكي، بس احنا بموقف صعب. البارحه انا عندي عائله مكونه من 10 نفرات اقسم لك بالله، اجت اهلي قالت ذولا اصلا ما عندهم يجيبون صمون يتعشون. اخر شيء اضطريت باوعت الثلاجه عندي فارغه يا اسلام فارغه، قسمت رحت جبت لهم صمون وبيض وعدي رقيه قسمتها وياهم اقسم لك بالله. واحنا هسه فات شهر رمضان الكريم يعيد على ان شاء الله الناس الطيبه بخير، لان احنا للاسف ما نقول امه عربيه واسلاميه، لان للاسف الامه العربيه والاسلاميه انسحقت من وراء ذول العملاء الامريكان والاسرائيليين، ذول اللي اجوا بجميع الوطن العربي. زين احنا كشعوب عربيه هسه نداعب فلسطين ونداعب بالتحرير وبالناس تحررونا احنا، هسه انتم مسوين بينا ازيد من الصهاينه وازيد من داعش. هسه احنا هاي ورا 1/7 احنا متاكدين ما نعبر بعد شهرين راح يخليك. وين تروح هسه هاي 250 دار وين يروحون؟ وين تروح هاي الناس هاي الارامل؟ احنا اخي العزيز احنا كمواطنين اذا يمشون على الدستور احنا لنا حق بالدستور بيت وسكن ورفاهيه. هسه احنا ما شفنا منهم الا الضيم. امينه بغداد بالتحديد اذا واير كهرباء انقطع وصاحت التجاوز، مي انقطع، مي بالشتاء مطار التجاوز، عمي جوزي من التجاوز الله يخليك، هذول التجاوز هو سووك بشر وقعدوك على الكرسي، لان هم الشعب العراقي هم قعدوك على الكرسي وخلوك امينه بغداد. نصف الناس كافي، ترى الناس حقدت عليك هواي، كافي 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 من الحكي هذا والهترات وهذا. اذا انت فاشله بعملك يعني ليش تاذين العالم؟ ليش؟ هاي قاعد الدوله وان حق بها، احنا ولد الدوله قاتلنا على الدوله، بوقت صدام حسين قاتلنا وهسه قاتلنا، فجوزي من هاي العالم عمي جوزي. وخصص القطعه هاي 8 دونمات خصصيها بصفنا للمحكمه ونقول لك شكرا يا امينه بغداد. مو انت اي سالفه وطلعت كالدميه، طلعت للقنوات وقمت تصيحين التجاوز. هو التجاوز جينا منين عمي؟ من يا بلد؟ احنا عراقيين ناس مسحوقين، فقراء انتم باعوا للفقراء، هم اللي يفيدوكم، ما يفيدوكم ذول الامبراطوريه والاحزاب، ما تفيدكم عمي. احنا الشعب العراقي ممكن نوصلكم لاسفل السافلين وممكن نرفعكم للسماء. فعم انتبهوا للعالم الله يخليكم، انتبهوا للعالم. العالم ترى ملت منكم ذعرا ملت منكم، ملت من تصريحاتكم، ملت من مخططاتكم، ملت من البلد اللي متروسه زبايل عمي، زبايل البلد تحول الى زباله. زباله وين يا شارع اللي تروح عليه تلقى كوم مال الزبايل وكوم مال الانقاذ وغيره وغيره. هسه جايه انت تحكين وش اسمه وتصيحين؟
لو تطبقين القوانين طبقيها على روحك. شوف البلد شلون من صرتي امينه انت، شوفي شلون يا رئيس الوزراء انت تسمع العالم الفقراء عمي، لا تلتهون بشغله الانتخابات وهاي الي وهاي الك، وهذا الشعب العراقي غرقان بالجوع وبالضيم وبالقحط وبالفقر والاسعار بدت تصعد، ما ظل شيء بالبلد ترى مري عمي. الله يخليكم لا تخلون العالم الثور عليكم، نصيحه لله لله ترى ما نخاف من احد، الله وكيلكم. احنا صار لنا هنا اكثر من 10 سنوات 15 سنه قاعدين هنا، تفاجئنا بقرار مجلس القضاء الاعلى جاي على اساس يريد يسوون هنا محكمه. احنا من زمان من 2014 قبلها احنا ملكتنا الامانه وعندنا اوراق وعندنا يعني كل شيء كل شيء هنا عندنا يثبت احنا ان هاي هنا تمليك، اي وعندنا هنا ارامل عندنا ايتام وكلها ولدهم بالحشد. احنا نطالب الحكومه تملكنا هاي الاراضي، ما نطلع من هنا ما نطلع ما نطلع، لان عندنا اشكال والوان هنا. بوقت الانتخابات كلها جتنا كلها جتنا تدق هنا البيبان وتتوسل بس تعالوا زين، ما اذكر لك الاسماء، يوميه واحد دازين الكوسترات بس تعالوا عشاء والغداء واشكال والوان، بس الحمد لله والشكر ما حد راح لهم، ما استجابينا لهم لان ندري بيهم يضحكون على الفقراء واحنا مو هيجي، ما حد يضحك علينا، او هاي مثل ما لهم حق هنا بالعراق احنا همتنا ان حق هنا، وهنا نحارب نسوان واطفال وشباب وما ننطيها وما نطلع. والناشد حيدر العبادي، الناشد أمينة بغداد، الناشد كل الشرفاء زين ينظرون بعين العقل الهاي الارامل والايتام، خليهم يشوفوهم، خلي يجي واحد من عندهم يقعد هنا والله ما يتحملها زين. وهسه هاي امتحانات السادس تطفى الكهرباء زين، والله يعانون من هذا الشيء. هسه ما نريد من عندكم لا رواتب ولا خدمات، احنا سوينا المجار احنا سوينا كهرباء، قلنا بلوكات وتشين كوات عفونا بحالنا قاعدين. اناشد حيدر العبادي على الارامل كافه، انا من ضمنهن عندي 7 بنات زين، 7 بنات من اللي يطردهن وين يروحن؟ وين يخليهن؟ يلا عنده مكان يسد مكانهن، لا اب ولا ام ما عد، حتى الحجيه والشايب ابوي وامه متوفين، انا مره كبيره والشياب هم متوفين زين، انا وين اروح بهاي الحاله؟ وهو يريد يطردنا من هذا المكان، والمكان احنا اخذناه صحيح احنا قعدنا بيه بالبدايه متجاوزين وقعدنا، بس اجت الانتخابات مال نور المالكي ثبت الاراضي هاي باسمنا، رحنا لامانه قالوا يا باي تعالوا انتخبوني وهاي القياعين كلها لكم، رحنا احنا الامانه سجلوها كلها بسامينا، كل من اسمك فلانه كلك رقم هالقد، اسمك فلانه كلك رقم هالقد زين. وراها فتره يجون يقولون تعالوا طلعوا، والله اريد نسوي مجلس قضاء محكمه ما يخالف تسوون محكمه، اكو قياعين هوايه ها، واكو قياعين بعد هم اللي غاد من عيد هاي 4000 وذيك بعد 4000 وغيرها وغيرها، مساحه كلها كبيره. اكو مو بس محكمه واحده، يسوون 6 محاكم 7 محاكم اكو مساحات كبار قياعين، ومن ضمنها فارغه لا عليها بناء لا عليها مثل متجاوزين، وظل مكان للزبل يذبون انقاذ بيها، هاي قاعده بها العالم، انا من ضمنها ارمله يعني ما عندي معيشه، شاكل ششرب عايشة على الخبز، أخبز ومعيشة 7 بنات وطالبات مدرسة زين، ومنين نجيب لنا احنا بهاي الحالة؟ خلي يجي العبادة، خلي يجي هاي مجلس البلدية الجاي تحكي وتقول انتم متجاوزين، خل تجي تساعدني، خلي تقول لي يابا تعالي انت هذا مكان إلك وبناتك وانا مسؤولة من عندك، تجي لغيرها انا مسؤولة من عندك اطلع زين، هيك راسة تعالوا طلعوا، مو عندنا احنا مستمسكات، عندنا مستمسكات تحكي بأن احنا عندنا هاي القاع، نور المالكي انطاها انه زين، يعني نور المالكي مو رئيس مو له حزب مو له مثل سلطه مو له حكايه، يعني ما له حكايه نور المالكي زين، ما يصير هيك، احنا شنو ذنبنا؟
هاي عدة مرات تجي صحافة ونحكي وياها وهم نشبع قهر ونشبع بكي، وكل ساعة مدينا المستشفى صعد الضغط عندنا وبهالسبب وكشو ماكو. احنا شو نريد من عندهم؟ يعفونا بحالنا، لا نريد منهم ملك وملك لله، ولا نريد بس يخلونا مكاننا قاعدين وساكتين ومبارين بدهاننا بالمدارس، كل من هاي مدرسة قريبة عليه وموظف قريب عليه من مينا وقاعدين وساكتين، ما نريد من عندهم شيء. زين هسه انا ناشد العبادي، احنا ما لنا حصة بالنفط؟ صح لو لا؟ اكيد عندنا حصة لو لا؟ يلا خلي يطلع حصص هاي المواطنين كلها، هاي حصتك وطلع من يمي، هاي حصتك وطلع من يمي، إنا حصة لو ما إنا حصة. أنا ما أريد من عنده شيء، أنا بس أريد يباوع الحال اليتيم، يقول له عمل بالقرآن مذكور، أما اليتيم فلا تقهر. زين من تقهر اليتيم وين تروح من الله؟ مو مذكور بالقرآن اليتيم؟ أما اليتيم فلا تقهر. زين من تقهره وتذبه بالشارع وين يروح؟ لا عندي شايب أختل عند أمي، ولا عندي والدتي متوفية وأبويا متوفي، وأنا مرة كبيرة وجاي نعيشهم بالخبز وبالجدار مال الجوارين، ونمسح بيوت العالم ونسوي على مود نعيش الجهال، ونطلعهم للمدارس ونطلعهم نسوي شهايد من غير الدولة. زين انت اذا جاي تحاربنا بعيشتنا وتحاربونا بال مثل ما يقولوا طلعوا، ما اعرف ارد اعرف اعرف شنو السبب هذا، ما يعني بيوت مو حلوه؟ سووها انتم حلوه؟ اطل المواطن حصته مال النفط وخلي يعيش حياته مثل ما يعيشون الخارج. ان حاكيه يعني هسه هي مو لها حصه بالدوله ورتبه وجاي تطلع ويا حمايه وتطلع دنيا ويا، احنا لا حمايه والحمايه رب العالمين، احنا نريد من عندها ساعدنا. انا بنات وين يشردن؟ يعني اذا طلعت وطلعتنا بحومه بنات وبرقبه امينه بغداد وحيدر العبادي، اليوم الدنيا يوم اللي يبعثون بحيدر العبادي وحوبة بنات ذن البنات اللي تامة وأمينة بغداد. أنا أمينة بغداد لو شايفة تحكي وياها، تسوي لي حل، تسوي لي ما تسوي لي حل؟ ها ما تقابلني؟ لو هي بالفراش، بالفراش نايمة، إحنا مو نسوان بالفراش نسحلها من الفراش ونطلعها. أنا مو مرة والله العظيم إذا سوتها ويانا وخلتنا هيك تهجونا من الفراش نسحلها ونطلعها وهي نايمة ببيتها، وهي نايمة بخلي تخلي لها مو حزب واحد، خلي تخلي لها برلمان حزب بفراشة ونشيله، بس هي تباوع الحالنا وتقول خطية ذولي، ومثل ما يقولوا احنا نساعد اليتامى واني قلبوا وياهم، احنا ما لنا شغلة بيها ولا ندناهم ولا شيء، بس خلي يقعدونا بحالنا، ما نريد من عندهم شيء احنا. احنا نريده من عندهم يباعون الحالنا، يباعون لليتيم، يباعون هذه المعوق الفات، هاي المرة خطية عندها ولا اثنين خرسان، وين يروحون؟ يعني هي قاعدة على التبريد ومرتاحة والباقي يتأذى؟ ما يصير. يعني وهذا حق الله؟ هذا حق المسلم؟ هذا حق العراقي؟ كان العراق مبتلي، خلي 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 يشيلون جناسينا ويذبونا على الحدود. انتم مو عراقيين. خلي يسقطون جناسينا ويشيلونا على الحدود. ما يصير هيك.